بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الفرقة الأولى كلية الآداب جامعة حلوان قسم علم المعلومات مادة مدخل إلى علم الأرشيف، في هذا المقرر درسنا حتى الآن مفهوم الأرشيف وأهميته وبأنه مواد متجددة، فيسمى هذا النوع الأرشيف الجاري أي المتداول بين المؤسسات. أما الأرشيف التاريخي الذي مضى عليه وقت فيضاف إلى دار الوثائق القومية، وهي الدار التي تكون موجودة في كل دولة حيث يكتب منها التاريخ، حيث يكتب منها حياة الشعوب، الحياة الثقافية، الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية. حياة الشعوب تكتب من دار الوثائق القومية. عرفنا أن الأرشيف له أهمية خاصة، أنه يتخذ منه القرارات وترسم منه السياسات الخاصة بالدولة كالسياسة التعليمية والسياسة السكانية والسياسة الزراعية والسياسة الصناعية وهكذا. فالأرشيف مصدر من المصادر الهامة التي يرجع إليها الباحثون والتي يرجع إليها العلماء والمخططون والمسؤولون وطلاب المعرفة بحثاً عن المعلومات أي البيانات الكمية والكيفية. ونحن الآن نريد أن ننتقل إلى موضوع جديد، وهو دور الأرشيف بين مصادر المعلومات. نقول إن الأرشيف مصدر هام ولا يمكن الاستغناء عنه، ومصدر فريد يتميز بأنه متجدد ورسمي ويأخذ أشكال متعددة. الأرشيف ممكن أن نجده في شكل مطبوع، مواد مطبوعة، مواد مسموعة، مواد مصغرة، نجد أيضا مخزن على سيديهات أشرطة. الأرشيف له أشكال متعددة وله طرق، يعني ينبغي أن نهتم بها ونحصل عليها من مؤسسات الدولة. ولذلك الأرشيف ليس مجرد أوراق، وإنما هو مواد متداولة بين مؤسسات الدولة. لذلك نقول إن الكتاب مثلا قام به فرد أو عدة أفراد وتقدم به إلى المطبعة، بمجرد طباعة الكتاب تنتهي تتقادم المعلومات في هذا الكتاب، ولا يمكن إضافة أي تجديد للكتاب. ونفس الشيء ما يقال عن الكتب يقال أيضا عن الدوريات. ولذلك نتجه إلى المواد في داخل الأرشيفات، سواء كانت أرشيفات جارية متداولة أو أرشيفات تاريخية. أبنائي الطلاب، الأرشيف بين مصادر المعلومات، هذا عنوان درس هام ينبغي أن نأخذ به ونهتم به ونرجع إليه بصفة مستمرة، ذلك لأننا لا يمكن أن نكتب الخطط مثلا أو أن نكتب التقارير دون الرجوع إلى البيانات الحديثة، بينما الكتب تحتوي على بيانات قديمة. شيء آخر أحب أن ألفت نظركم، أن المؤلفين في الكتب أو مقالات الدوريات قد يكون آرائهم
متأثرة بانتمائهم إلى طوائف معينة كالشيعة والسنة، أو متأثرة باتجاهاتهم نحو حزب معين. ونحن في مجال البحث العلمي وفي مجال الكتابة لا نميل إلى هذه الانحرافات الحزبية أو الطائفية. ولذلك يتميز الأرشيف بأنه موضوعي وبأنه رسمي وبأنه متجدد. ثلاث أشياء أرجو حفظها وتداولها: أنه متجدد، أنه رسمي، أنه موضوعي. هذه الصفات التي يتميز بها الأرشيف هي التي تؤكد دوره بين مصادر المعلومات. وأشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.